صباح الخير لمراسلنا وصديقنا عزيزنا مجد دانيال. صباح الخير لك. صباح الخير لك دوريد ولعفاف طبعا ولجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام من مدينة حيفا. أهلا فيك مجد. حضرتك وين إسا موجود بهذا الصباح؟ حاليا يمكن زي ما عم بتلاحظوا موجود انا بالقرب من جامعه حيفا. من المنتظر يعني بعد دقائق معدوده انه ينطلق الباص اللي حكيتوا عنه، هذا اللي بعيدنا في الذكريات لربما يعني قبل النكبه قبل عام 48. من المهم يعني بالتحديد والتذكير باليوم، احنا عشيه او اسف يعني اليوم هو 15 من أيار اللي هو عمليا يوم النكبة. في هذا اليوم احنا ما بنحيي النكبة، انما المهم التشديد انه احنا بنحيي حلم العودة في داخلنا في وجداننا، العودة لأكثر من 530 قرية هجرت عام 48. بالإضافة إلى هيك أيضا ما بننسى المدن الفلسطينية اللي تم تهجير أهلها ومنها مدينة حيفا. على سبيل المثال في مدينة حيفا كان يقطن عام 48 75 ألف مواطن عربي فلسطيني، بقي منهن للأسف بعد النكبة فقط 3000 أو 4000 مواطن لا غير. اليوم هؤلاء الذين يعني صمدوا وبقيوا داخل أراضيهم اليوم يعني يعاودون إحياء أمجاد مدينة حيفا من الناحية الثقافية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. واليوم مبادرة جدا رائعة اللي بتهدف يعني إلى إعادة الذكريات، إلى إعادة حلم العودة، إلى إعادة حلم التواصل الجغرافي ما بين فلسطين الداخل وأيضا لبنان سوريا الأردن وجميع الدول العربية. بالفعل يعني مبادرة جدا رائعة. اليوم إحنا يعني موجودة هاي الحدود كلياتها بفعل طبعا النكبة وبفعل الاحتلال، ولكن قديش كان الأمر سهل في الماضي إنه نتنقل ما بين الدول العربية. للحديث أكثر عن هاي المبادرة وأيضا عن المحطة اللي فيها بيسعدني انه ارحب بإياد برغوتي الكاتب واللي راح يكون في له كمان مداخله ومحاضره واحدى محطات هاي الجوله. صباح الخير اياد، كيفك؟ صباح الخير عزيزي مجد. بالفعل مبادره رائعه جدا، يعني مين اولا يعني القائمين على هذه المبادره ومنين نبعت الفكره؟ المبادره هي مبادره لجمعيه الثقافه العربيه. أنا اتصل في ربيع عيد من الجمعية المركز الإعلامي وله دور في تطوير فكرة هاي المبادرة، والفكرة لفتت انتباهي وعجبتني ووافقت مباشرة للمشاركة فيها، خصوصا بهذا اليوم، خصوصا باليوم اللي فيه احنا بنحيي حدث تاريخي مفصلي مهم بتاريخنا كشعب فلسطيني وبتاريخ المنطقة العربية ككل، حدث اللي بعبر عن مأساة تهجير الشعب الفلسطيني، وحبيت اني اساهم فيها ككاتب كشخص اللي كل الوقت ببحث عن قصص، من ببدا من القصص العائليه من تاريخ العيله اللي لها علاقه في كمان في حيفا وكمان في مدن وكمان في قرى تانية. فانا اليوم راح احكي مثلا عن عائله امي اللي هاجرت من ام الفحم لحيفا وكل ظروف هاي الهجرة. عشان نوضح أكثر للمشاهدين وهون نحكي كمان على مساهمتك خلال الجولة، طبعا الباص رح يوقف على عدة محطات، رح يتنقل بين أحياء حيفا العربية معالم حيفا، وكمان رح يكون في هناك مداخلة منك اللي تحكي أكثر عن القصص الاجتماعية اللي كانت قبل النكبة. وزي ما أنا كمان يعني حكيت إنه كان في حيفا يعني كمية سكان كبيرة يعني، فكان عدة قصص وعدة تجارب. احكي لنا أكثر عن مداخلتك اللي راح تكون وعن هاي القصص اللي راح يعني تحكي للطلاب عنها. يعني
من خلال بحثي ككاتب، أنا مش مؤرخ يعني، كاتب ببحث عن قصص الناس، عن حياة الناس، عن التفاصيل الصغيرة تبعت حياة المجتمع الفلسطيني كان هون. إحنا بنعرف أرقام وبنعرف معطيات وبنعرف إنه كان إكس ألف فلسطيني هون، وبنعرف تفاصيل التهجير نفسه، أما وعندنا حلم عودة لمكان ما، همي إنه أبحث عن قصص اللي من خلال هاي القصص أنا بعرف وبتماها شعوريا ووجدانيا مع هذا التاريخ اللي اندثر تماما، هذا التاريخ اللي انمسح في ركام كامل تحته في تاريخ شعب اللي أنا بفضل أتعامل معه كشعب طبيعي، كشعب حقيقي، كناس، كبشر اللي عندهم أوجاعهم وعندهم ألام وعندهم طموحات وعندهم نجاحات وعندهم فشل، يعني لأنه فقدنا هذا الوطن كتير مرات. القصة التاريخية اللي بنحكيها هي قصة من فوق، قصة بتشوف الأحداث الكبيرة، الثورات، التهجير اللي هي طبعا أحداث مهمة، شخصيات المهمة. فأنا بحاول أحكي على قصص ناس عاديين، يعني عندي 4-5 قصص اللي هي من خلالها أنا بورجي بنقل تفاصيل الحياة. بالفعل قديش كمان مهمة هاي القصص في تكوين الذاكرة الجماعية اللي نحكي احنا كفلسطينيين ورواياتنا التاريخية، وبالآخر هاي التفاصيل اللي انت بتحكي عنها هي يمكن أهم من كل الشعارات الكبيرة اللي احنا بنحكي فيها، وهي هاي اللي بتخلينا يعني وبتثبت وجودنا في, في, في هذه الأرض وكل موضوع التاريخ الشفوي. إذا بتعطينا هيك مثال على قصة اللي ممكن انت تشارك يعني الحاضرين في هاي الجولة فيها. أنا عموماً راح أحكي على مرات الواحد كمان من قصة لقصة تتداخل الأمور، بس بدي أبدأ كمان من قصة العائلية زي ما حكيت قبل شوي، من قصة هجرة. يعني حيفا كمدينة استقطبت هجرة من القرى الفلسطينية ومن القرى اللبنانية ومن قرى سورية ومن الأردن، يعني عم تحكي عن مدينة إقليمية مش مجرد مدينة فلسطينية. مش بصدفة بتلاقي في حي وادي الصليب درج عجلون ودرج إربد، يعني لأنه مدينة إلها مكانتها. أما بشبهها زي المدن بالخليج اليوم، كيف استقطبت عمالي يعني عمال من دول عربية مختلفة. فأنا بحكي على عائلة أمي، عائلة جدي عمليا اللي هاجرت من أم الفحم وسكنت في بركية في البداية بقريبة لحي الحليصة، وبعدين اشتغلوا بالتجارة ومع تطور المدينة كمان تعش وضع اقتصادي وعمروا. وبحكي غاد على قصة الموت والحياة، قصة جدي كيف هو مرق تجربة اللي هي مثيرة جدا. وفي قصة تانية بحكيها عن مهندس التليجراف اللي اجا من عكا، شاب صغير اللي فقد برضو أمه وأبوه مبكر، فإجا وتعلم. بحكي عن مدرسة التليجراف اللي كانت، يعني كلنا بنعرف إنه كان في الاي بي سي، كان في شركة البترول العراقية اليوم بنسميها الريفينري، بس شوفي كيف الناس قاعدة اشتغلت. كتير ناس تسألهن شو كان يساوي بحيفا كان يشتغل بالاي بي سي. بالفعل وكمان يعني إذا بنربط الموضوع بالجولة اليوم، وأنتوا يعني بتحكوا على أو يعني كاتبين على الباص باص حيفا بيروت، وكمان أنا معلوم لإلي لأنه كمان أنا ستي من حيفا أصلها، وهي كمان في كتير قصص اللي بتحكي لي إياها عن حيفا، وأصل عائلتها من لبنان، فكانوا كتير يجوا من لبنان ومن الأردن ومن الدول العربية عشان يشتغلوا في حيفا. فحيفا كانت مركز اقتصادي سياحي ثقافي اللي هو يعني بيجمع مش بس الفلسطينيين، كمان أشخاص من الدول العربية. فأحكي لنا عن هيك مركزية حيفا يعني في قبل إنك شوف المهم دائما أنا برأيي وصلنا لمرحلة اللي فيها بنقدر نتعامل بموضوعية أكثر كمان مع التاريخ بأقل رومانسية، وهذا لا يقلل من أهمية تاريخنا وعلاقتنا وتجذرنا في هاي البلاد. على سبيل المثال بقدرش أتعامل مع أهمية حيفا بفترة انتداب خارج مشروع الاستعمار الإنجليزي، يعني انه هذا كان له اثاره على المجتمع الفلسطيني وتمدينه ونهضته الاقتصاديه وكذا، هذا اكيد. بس انه بدون ما اشوف الاستعمار البريطاني اللي كان هدفه يسيطر على النفط اللي كان بالعراق ومده ل ل ل ل كل انابيب النفط الضخمه، كانت حوالي 947 كيلومتر من كركوك في العراق لحيفا، H1 H2 H4 H5 انابيب نفط ضخمة كانت برضو مربوطة مع طرابلس في لبنان ومع حمص. فأنت عم تحكي وشركة البترول هي كانت
برضه هي ربطت. نعم. فيعني إيه بفكر انه مركزيه حيفا بمرحله الانتداب تحديدا كانت إيه كان جزء منها مركزيتها ك محط ميناء اللي لنقل النفط والوقود من 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 المنطقة العربية لأوروبا من خلال الاستعمار الإنجليزي. هذا هذا سياق المهم إنه نشوفه. بالفعل ميناءها يعني شكل بوابة للأردن وسوريا ولبنان. بدي نكتفي في هذا، آسف يعني على المقاطعة على ضيق الوقت. بدي أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك القيمة والمعلومات اللي أفدتنا فيها. شكرا لك إياد برغوتي، وطبعا بيكون في لنا لقاءات تانية. إذن يعني عفاف ودريد كانت هذه المداخلة من هنا من المحطة الأولى للجولة التي ستخرج من جامعة حيفا مرورا بعدة محطات تتعرف على معالم حيفا، أحياء حيفا. سيكون هناك محطة في وادي صليب وغيرها من المعالم، وتنتهي عند الساعة 6:30 مساء. وطبعا نحن سنرافقهم في باقي الجولة. أما الآن نعود إليكم في الاستوديو. أثر جدا هذا الحدث اللي عم بيصير في هذا اليوم. جزيل الشكر لك زميلنا ماجد، وشكرا للكاتب إياد برغوتي، وتحياتنا له. شكرا جزيلا.